قرا كيكم مثل ما سمنا ثنا مشاهدينا مشاهدي قناه تعرف نت تي في عاد سنتين كل جوليه البحريه ان كان هذا نتين كل حسيمه ماني نكسيد درتي سمات شهادات مجموعه من الاخوان اخوات شخصيات تنقرا نحضر عندك انا قري حنايا نهار امو زريم دين شخصيات مدينه الشعراء دين فنانين دين مثقفين اكيد نهار غير الشرف باش مسكا الاساتذه ديالنا كنا غير نينا السفراء المغرب كنا غدو مات نكسي الكلمه الاستاذنا استاذ جامعي غامبو المختار رجال السفير المغرب في كينيا رنتي حدا داك النغ ذاك الرحله يا اتسقش في الرحله يا اولا استاذ السلام عليكم عليكم السلام اولا شكرا كينيا واتس ايج المبادره رائعه جدا ونشكر السي احمد ايج المجهود رائع اولا مارس سواء خاص بخير يشق الفرصه يا امل مرقام سي بلوخي عبد الوهاب الصديقين ونتقدي سيرك الدبلوماسي خاصني نمرقض صدفة واخا ما يوجد صدفة خاصني ما قراش الصدفة خير من ألف ميعاد ياك نش المناسبة يا ضناض يلا مرقادي مرامار وكيديش الصديقين ذي نيويورك أمريكي يوجد كسائح ولكن هم يمتون كم ويستمر ومي غزر الحسيمة عجبة سطاس عوض ما ذيك النهار يومين يا الزون هذه طول تسمى السجور نسدانيتي شيمون ديك الاجحاف ديك الاجحاف دي مدينه الحسيمه بوركي نسني طاطاس نصدغ الزايس نخزا غير المناطق النغنيت ما يمين قرص ثاني تنشي نسني تما السهل هي انا فرانسيس خاتوسكي لوكال وغاز ولا فالور تم قرانت الو خمي تسنا موي ونزير برا سواء داخل المغرب نغدي خارج المغرب دكانا بلي مدينه الحسيمه دي مدينه رائعه جدا يجد مدينة غاسية جمالية تنافس البلدان ثم المدن الجميلة في البحر الأبيض المتوسط وفي إطار التنمية المستدامة خصور مار المتحدان مار الحكومات المعنية يدور يجد المصطلح رائع جدا التنمية المستدامة ديفلوبمون ديغابل ما معنى تفسير نس ذي السياق الحسيمة أنهم كل مشان غاس يجن غاس جن لا سبيسيفيسيتي جن خاصيه الناس يخص خاصي غنركز وادي البوش مش نقراس يجن مش نو ينفع واش تجي واخا نهار الصحراء دي افريقيا من سورق الصحراء الدور مثلا الاهتمام زي الطاقه غير الطاقه الشمسيه وشي ناس تما جن قيمه طام قرانت مدينه الحسيمه اقليم مملكة كمال الريف المغرب الحمد لله خرطو مار المنطقه المتوسطه غاس جن المؤهلات تسمى كثيرة ومؤهلات رائعة غاخصنا نشين دور نخ شنو النشاط هوانيتي ما من مهم لأنه يتش الفرصة يوضن السيورن السيورن مثلا خ المؤهلات مدينة الحسيمة وذي الخطاب جلالة الملك الله ينصره الأخير السيورن أهمية الاستثمار أهمية الاستثمار متقثمار يوضن السيورن الدبلوماسية الموازية ولكن التنمية الموازية مار يوضن مع وان دايز غابا غنسيو روح الحسيمه مثلا السياحيه نلقى وجبو بحريه وها نلقي مثلا حتى السياحي من يعجبني عجبني ربعه من الصخور تفغن تدفنت يخصها تساور باللي بالاضافه الى الوات ديفلوبمون دوغاف التنميه المستدامه بالاضافه الى الجماليه البحريه المجال البحري الحسيمه ذيني السياحه الجيولوجيه اذا راهي فغن يدفن وزمان تفذ منيمه انت في ربعه المدن وهاي الحسيمه تمتاز سمانويا الو غشي الدور الاخمر وني زدغ ندير ندي انت وني زدغ ندير الاقليم راني ناخذ لا ريجيون الشمال جهه الشام جهه سقان الحسيمه جهه طنجه تطوان الحسيمه ضروري المسؤوليه نسوا هو اللي يعرف المنطقه هي منطقه متوسطه منطقه غاسج تاريخ عميق منطقه دوميجان ليس الاختلاط من جميع الثقافات وخصنا نشد الدور نهار الانشطه مثلنا خصها كطانت ياك كطانت الانشطه هي خصها دير انت أذن منظمين جبت ريتيش توران وتري تعظموها مثل أزاغوا هي الله كان قال أنت ليش نبرمج من ويا غيما ذي الفصول مثلا ما يميل لها شي نقصوا نقيم بوعد ما نتيك الأنشطة هي اللي فصل الصيف يخسر نحاول ما يمكن في فصل الخريف دي وحتى في فصل الشتاء ذو هذا يخسر خلق زخنش ما مش غان تقيم أنا ويا التنمية المستدامة مش غان ربدا وتجيبون يوقع يجن الحدث وتشكيك كنا التواصل بدون تواصل وذن وتستنى عماس من يوقع له الو كنيو السفراء النخ
جميع انحاء الوطن غمات السيروم لانشيتيان ديال الحسيمه. شكرا. صحيت استاذنا سي مختار غنبو، اكيد ورينا كي العمق يعني سير غنبو غنشجع السياحه ذاك يقليم الحسيمه يقليم نعرف نعرف نغم نكمر على اساس تغي ماشي سياحه موسميه، لان هو الاشكال الغانا تغي سياحه موسميه ونبذو فقط. فهذه المجهودات نسين جمعيه ميرامار للثقافه والتنميه المستدامه تك مجهودات اتجاه ونتين، ولكن حوايج التعاون من جهتنا. استاذ نغم راه شك تجربه هنا كان غاك ذنيتين يعني سواء كير جده برلماني استاذ جامعي السفير من مخزرش يعني من غاغن ومن تعاون الجهات مخزرانك باش تيري السياحه مستقبلا ان تخدم على دور العام. فعلا تسمى هذه المؤسسات الطاس خدمه للسياحه. ملي خصو غيفسان يخسر بدا غير نوع من الكفاءات ديال الميدان السياحي واحسن ننتقل زي السياحه الكلاسيكيه انه تشري الاخر بحواها. ما يميز الحسيمه تبغى يسبق هذه الحسيمه ويغد يجي الممثل المشهور قناه بغات مثل انجلينا جولي تبغى هذه امريكا استاذ جامعي انني ماني غناح نغسل احمر الحسيمه السعد دي جناب ايام الى يومي هذا عاد كانت من سن يعجبن يعجبسن ماني قان ثلاثه الحوايج وتمرقين تشا غطاس وخذ اسبانيا يعجبس انه ذا اذورا ياك ضرب حا ومن بعد رغب هني تغسل سعد شويه نقد كالايريز الو خصني لي السور نموذج جا شويه يور المسؤوليه السياحه السور في المنطقه وانيتي الجنس يعجبو درا الجنس عبد القادر موسم الصيده ديال الجنس تعجبس هذيك ذي ربحه وتركيز بون موخ الاستحمام وهذا راح خربها بلايا صافي واش هذا هو ياك يجي تعجب اسر الغابث بوركي السياحه هي الايكولوجيا سقان غمار غنسول البيئه الحسيمه مره نحفظ قسم مشترقيه انوش الشي النموذج المغربي من يكمل لي خشمالي فرقيه متكمل بانه مدينه بيئيه ان فيل ايكولوجيك ذو ذو الوغ باش بنادم يخص قشين دي مغربيين ضمار المواطنه النخ تقتضي انه نسخاق فواه ماني مالوح في الوزارة السياحة الشن أنا كذا قبوا المجتمع المدني ذو ذا كقوة اقتراحية طم قرن تم النشاطات كمامو جمعية ميرامار قوة اقتراحية خص تسقى تبرد لأن ماني ما هو تعجيز وخلنا نش الله يخص نتعاود عودة تسقاق وتطوال والحمد لله من زيت متزارف من يكمل غاخش الجالية تسمى تستحوذ جميع الثقافة النخ المحلية وانا ماشي نجي شنو تجي مرتبط تجي عائلة ذي هولندا ذي كليمان ذي اسبانيا الو غينا خصنا ضروري هنا دعم من السياحة مسألة دين داخلية طبعا ولكن دي مسألة السياحة تقتضي انه مسألة خارجية يخصنا نعبأ جميع افراد الجالية ذي المنطقة يا والحمد لله نهار ذي الكفاءة تم قرانين تسلم الأهمية الجالية المساهمة من 600 الوطنية اذن عبأ اناني غاكيس السيور وجبون الزخ خازون هنيوها وجبون خصان رجا غاغ داسنا غاميرا مار غاما قدم لي 500 عنان يخصا غا غير الرصد مكون الجنة دي حاول ما يمكن هذه يا زوخ الكفاءات النخل غير وذان عادي الكفاءات ميتقان قالت المردودية الجمر هذا يسنفع واخا يخدم ذي ميكانيكو شمال هذا يسنفع داسنا غير اخت ماث النص هذه ظن عاد فرصة غاما الزخرة انت الزخ يعرف ماني ما وشكرا جزيلا. مهمة جدا تقدر الأستاذ النغ المختار غامبوري كان سفير المغرب في كينيا وأستاذ جامعي وبرلماني سابق ورأس مجموعة من الألقاب تقدر المشاركة كينا كي روبورتاج صحيح. شكرا على السلامة.